انت ما بادرت لي بامور تعيد لي الثقه، ما بادرت لي بكل امور، حتى المظاهرات من طلبتها، حتى المواطنين من طلبتها. هسه انت قبل شهر تقول لي احنا نريد نبدل الطاقه، وتقول لي احنا راح نسوي لك مجاري، وتقول لي احنا راح نعمل، راح نحاسب، وتقول لي هذا اني كلها سمعتهن استاذي، صار اربع دورات اسمعهن وما تحقق ذره بالعشرة بالمية من عدهن. فانت كيف تحاول ترجعني لعمليه سياسيه وتحاول تحببني بعمليه انتخابيه انه انت تعمل وكيف تقبل ايضا ان يتم التجديد اربع سنوات اخرى لمن تعتقد انهم سيئون اداريا وبالتالي سوف تكرس نفس الواقع على المواطن لاربع سنوات اخرى بمقاطعتك؟ ما الفائده؟ واي طريق اخر غير صندوق الاقتراع ليس لديك، ولا تتكلم لي عن بيان رقم واحد، فانا متاكد من خلال كلامك انك من غير المؤمنين به، هذا حلم العصافير. نعم، يعني أنا أقول أنه الحل الأمثل للأحزاب السياسية وبقائها أربع سنوات أخرى عجاف جاثمة على صدور العراقيين هي الانتخابات. إذن الحل الأمثل للأحزاب هي الانتخابات، يزوروها براحتهم، يطلعون أصوات براحتهم. بالمناسبة البارحة أكو كان تصويت سري من المركز الخبري العراقي ومصنفين الكتل اللي راح تفوز، أول كتلة التيار الصدري ومن ثم بعدها معروف من التصميم وقانون المهم مصنفيها. فإذا أستاذي العزيز الحل الأمثل لبقاء الأحزاب هي الانتخابات. نعم.